أيها الأحبة الكرام، نجدد بكم التحية والترحاب. أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط من خلال نافذة برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار. أخي الكريم، أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المعلم، هو المربي، وكان الدور الرئيسي ديالو في الدنيا أن يربي أمته وأن يزكي هذه الأمة. سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل وهما كيبنيوا الكعبة طلبوا الله تبارك وتعالى وقالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة يا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. إبراهيم عليه السلام يدعو وإسماعيل عليه السلام يؤمن، كيطلب الله تبارك وتعالى: يا ربي هاد الناس ابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا في سورة البقرة. في سورة آل عمران سيد ربي يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، أو دي في سورة الجمعة أعتقد، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فسيد ربي عاود في سورة آل عمران تكلم على هذا المعنى ديال التزكية، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى ليزكي هذه الأمة ليربيها. وجيل الصحابة أخي الكريم أختي الكريمة، هذا الجيل هذا احتك مع النبي عليه الصلاة والسلام واستمد من أنواره واغترفوا جميعا من أسراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورثوا عنه العلم والكتابة والحكمة والأنوار. وطبعا الصحابة يختلفون، يعني المنازل ديالهم ودرجات القرب ديالهم من الله تبارك وتعالى يعني تختلف، ولكن كلهم مفضلين أنهم حظوا بشرف مصاحبة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي في أعلى الصحابة رتبة سيدنا أبو بكر الصديق، اللي كيقول عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. ومن الصحابة اللي ورثوا واحد الكم هائل، شي حاجة لا متناهية ولا تخطر على البال، من العلم والحكمة والأنوار والأسرار من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا علي عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه يعني كان معروف بواحد الحكمة، واحد البلاغة، وكلامه يعني كله حكم وكله عبر، حتى أنه كان أحد الديوان يباع في الأسواق ينسب إليه، يعني يقال بأن هذه أشعار قالها رضي الله عنه وأرضاه يعني وجمعات وكذا، وكان ديوان في الأسواق ديوان الإمام علي، بعض الأبيات اللي تنسب إليه وبعض الوصايا. ف سيدنا علي عنده أقوال كثيرة جدا
يعني وفيها حكمة وفيها أسرار وفيها بعد نظر وفيها توجيهات وفيها كم هائل يعني من التربية ومن التزكية. من هذه الأقوال التي كان يقولها رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وكان يقول رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. تكلم على واحد المعنى خطير جدا، وهو أننا سنحاسب. أنه كاين حساب وكاين وقوف بين يدي رب الأرباب، كاين حساب كاين حساب، وكاين حساب على الصغيرة والكبيرة. فوربك، يقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كاين حساب عندما يقرأ الإنسان كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كاين حساب، كل ما فعل الإنسان سيجده مكتوبا في كتاب، وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تخيل أخي الكريم أختي الكريمة، حتى الشفة ديال العين سيحاسب عليها الإنسان، سيحاسب على الكلمة، كلمة كلمة واحدة سيحاسب عليها. بلا ما نتكلموا على طريقة اللباس، بلا ما نتكلموا على التصرفات، بلا ما نتكلموا على الكلام، بلا ما نتكلموا على الأفعال، بلا ما نتكلموا على الكتابات، بلا ما أي حاجة دارها الإنسان في الدنيا سوف يحاسب عليها. وخليني أخي الكريم أختي الكريمة في هذه الدقائق نحكي لك واحد القصة واقعية ديال واحد الرجل كان يتيما، ورباته واحدة من الأقارب دياله. فهذه السيدة تكلفت به، مات ليه الأب ومات ليه الأم، فهي اللي اختاته ورباته، كبر عندها في الدار، كبر مع وليداتها. الرجل يعني كبر والحمد لله دازت الأمور بسلام، قرا خدام دازت الأمور بسلام. توفات هذه السيدة اللي رباته، ملي توفات أخي الكريم شافها في المنام، وشافها بأنها تحترق العافية النار، شاف بأن العافية تأكلها يعني من جميع الاتجاهات، وجهها يحترق، يديها تحترقان، رجليها تحترقان، جسدها يحترق وهي تصرخ. فاستيقظ مفزوعان، حكى هذا الرؤية لشي واحد، قال لي: ولا عليك، يعني أضغاث أحلام، خلي الأمور هادية زعما صافي، السيدة ماتت الله يرحمها وذكروا موتاكم بالخير. تكررت الرؤية مرة أخرى، تعاود يشوفها والنار تأكلها، والسيدة فين؟ السيدة في البرزخ في دار الحق، ورؤية الميت حق. ياك تنبقاو نقولها دائما ونكررها دائما، راه إلا شفتي شي ميت لابس مزيان وتيضحك وفرحان راه هنيئا له، بشارة ديال الخير. إلا شفتي في تياب يعني مكرفصة، شفتي في حالته مكرفص موسخ معبس، الله يستر شي مشاهد ما هياش، راه هذيك هي الحقيقة دياله. فسيدي ربي بغي يرحمه تيصيفط لك انت رسائل لعل وعسى ان تدركه بدعوة صالحة، بصدقة، بشي حاجة، لان الميت كالغريق، ياك الميت
كالغريق ينتظر بفارغ الصبر دعوة من أخيه. فالرجل اللي كان يتيم وربته هاد السيدة هادي من الأقارب ديالو عاود شافها مرة أخرى، شافها النار تأكلها وشاف في المعاناة وتحترق وكتغوت وتتألم. السيد ولا هاد المنام يتكرر يعني مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا لعدة أشهر بعد وفاتها. علين تكمل عام ويشوفها مرة أخرى في المنام وشافها لابسة فولار بيض ولابسة ثوب أبيض، وشافها بأنها في صورة حسنة، وشافها نقية ورائحة طيبة ومستبشرة وفرحانة. قال لها كنت كنشوفك تتعذبي وكذا، ياك لاباس. عرفتي شنو قالت لي؟ قالت لي الحليب، دارها لي الحليب. فاستيقظ من النوم وتيقول شنو الحليب؟ شنو قاش من الحليب؟ شنو دارها لي الحليب؟ عن اي حليب تتكلم؟ فالرجل يعني فضول بغى يعرف السر ديال هذه الكلمه ديال الحليب. ماذا كانت تقصد بالحليب؟ شنو التعبير ديال الحليب في المنام؟ كيفاش الحليب هو اللي كان لها سبب؟ فبدا كيفتش وبدا كيقلب وبدا كيسول، الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث يبحث على هذه المعلومه هذا السر. وكتعرف اخي الكريم الانسان قالك ياك كيف كيقولوا الفرنساويين كي شيرش تروف، يعني اذا ما كيبقى ينبشين باش تلقى شي حاجه، تبقى تقلب ولا بدا تلقى. فبقى يقلب ويتساءل ويسول وكذا شنو القلق، بان السيده كانت يعني زوجه ثانيه لزوجها، وعندها معها في الدار ولاد راجلها من مره اخرى. اذا هي كانت امراه اخرى، امراه ثانيه، وعايشين معها في الدار ولاد راجلها من المره الاولى. فهاد المرأة شنو كانت كدير؟ كانت ولادها اللي ولادها هي اللي هي ولداتهم كتعطيهم كاس ديال الحليب عامر، ولادها من رجلها كتعطيهم نص كاس ديال الحليب وكتزيد نص آخر كتزيدو ما دائما. ولادها هي كتعطيهم كاس عامر ديال الحليب، ولاد راجلها من المرأة الأخرى واللي هي مسؤولة عليهم كتعطيهم غير نص كاس ديال الحليب وكتزيد نص آخر ماء. تخيل أخي الكريم هذا الفعل هذا وهذا العمل الذي يبدو في ظاهره بأنه لا شيء، زعما يعني هو في الحقيقة هو يعبر على أن الله يسر الإنسان أناني، الله يحفظ الإنسان يعني يحب نفسه لا يحب للغير ما يحب لنفسه. فتخيل أنه يكون الجزاء ديالها هكذا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كاين شي حاجة غتزقل أخي الكريم، الواحد ما يقولش زعما ربي راه غي، المسألة ما سهلاش، المسألة كاين واحد تدقيق في الحساب، الصغيرة والكبيرة، الشاذة والفادة، اللي بينه واللي ما بيناش، السر العلن. فنسأل الله تعالى ينبهنا. فسيدنا علي كان يقول هذه القولة هذه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حنا اليوم راه الإنسان يعمل تيتحاسب، ما تنتحاسبوش اليوم، لكن غدا. غدا إمتى؟ غدا بعد خروج الروح من الجسد، هذاك هي غدا. ما غيبقاش الأعمال، أش غيبدأ؟ غيبدأ الحساب. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
وقوت الأرواح وغذائها صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الكرام، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من خلال نافذة برنامج قبل الظهيرة إلى حدود منتصف النهار. أخي الكريم، أختي الكريمة، كنا نتكلم قبل هذه الجلسة القرآنية على واحد القولة قالها سيدنا علي رضي الله عنه، أنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا أخي الكريم أختي الكريمة هي خيال، وخيال زائل، بحال شي واحد ناعس وكيحلم، هذا الدنيا بحال شي حلم. ولا بد لا بد لا بد لهذاك اللي ناعس أنه غادي يفيق، يا غيفيق قبل الفجر، يا غيفيق مع الفجر، يا غيفيق مع طلوع الشمس، يا غيفيق في وقت الضحى، يا غيفيق بعد الظهر، ولكن راه غادي يفيق مهما نعس غادي يفيق. فالإنسان مهما عاش سيموت. ياك الدنيا خيال حلم، الواحد كيوقف قبالة المرايا كيشوف راسو تيقول شعري بدا كيبيض، وجهي بداو كيبانو فيه التجاعيد، الصورة الملامح ديال الوجه تغيرت، كيشوف وليداتو تبارك الله ولاو رجالة. هذاك النهار كان جنين صغير تيهزو في يديه في 3 كيلو، دابا ولاو تبارك الله قدو في الطول طول منه، تيشوف وليدات وليداتو. يعني اشنو؟ يعني اشنو؟ خيال، حتى حاجه ما كتبقى في بلاصتها. حنا نتحرك نتغير على طول، كاين واحد باستمرار، كاين واحد حتى حاجه مستقره. حنا كيسحب لنا بان الامور ثابته، ولكن هو لا، في الحقيقه شنو هي الثابته؟ هي انه كاين الموت. حتى ان الله تعالى شنو قال؟ وجاءت سكره الموت بالحق. صافي، الحق ديال بصح هو الموت. ديك الساعه الانسان غادي يقول فين كنت؟ اش كنت كندير؟ علاش كنت في الدنيا؟ شحال صعيبه الواحد ما تضربوا الفيقه حتى لديك اللحظه، حتى لديك اللحظه عاد كيقول عباد الله كان عندي الوقت ضيعته، عباد الله ما كنتش عارف علاش انا في الدنيا، عباد الله. ولكن صافي سالينا، صافي صافي، شنو ما بقى حتى شي حاجه، صافي جات الفاس في الراس. فاذا اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. شفتي اخي الكريم اختي الكريمه، اشرف مخلوق خلق الله تبارك وتعالى على الاطلاق، واكرم مخلوق على الله هو الانسان، هو الانسان. ومن تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان أنه سخر له الكون وما فيه، الكون كله مسخر للإنسان يفعل فيه ما يشاء. احنا كنشوفوا الآن العلم يتطور بواحد الشكل رهيب، واحد الشكل غريب. ما عرفتش أنا الجيل ديالي كاين الكلام الجيل، يعني الجيل ديال 2000 وكذا هذا الكلام ما غاديش يحسوا به بزاف، ولكن الجيل ديالي الناس ديال اللي عاشت في القرن اللي فات هذا الكلام غادي يفهموه مزيان. حنا كنا نسمعوا بان غادي واحد الوقيته غتهضر مع شي واحد في التليفون وغتشوف فيه، وغتبدا تشوف فيه ويشوفك وتهضر معاه وتتشوف فيه. راه بصراحه ما كانتش كتدخل لنا للراس، راه ما كناش كنستوعبوها، تنقولوا ميمكنش كيفاش التليفون. علاش؟ لانه كان عندنا التليفون فيه واحد الخيط وكذا، كتقول ميمكنش كيفاش التليفون بالخيط، كيفاش فين غادي يبان هذا السيد، فين غيجلس، كيفاش غنشوفه، ماشي تلفازه، كيفاش. فما كانش كتجينا البالنا، ما كناش كنتخيلوها. وكانوا كيتكلموا تيقولوا راه غيجي واحد الوقت وغيولي التليفون غادي تولي نتايا كتهضر مع الانسان صوت وصوره،
ياك جاو لي بورطابل في الاول وكيهضروا الناس كيقولوا راه غيوليو صوت وصوره وكذا، فما كنستوعبوهاش. ودابا تحققت ولات امر عادي جدا، يعني واحد الحاجه ما كانش كنحسوا بها كاع. واش فسيدي ربي سخر الكون للانسان، والانسان مره مره سيدي ربي تيقطر شي قطره يحل ذاك الروبيني وتنزل شي قطره من العلم، شي قانون من القوانين الكونيه، شي سر من الاسرار الكونيه سيدي ربي تيعطيه للبشريه. ف كيبان داك وداكشي كله راه كان نقطه في بحر في جنب علم الله، راه لا شيء لا شيء مقارنه بعلم الله تعالى. فالفرق بين الانسان المؤمن الذي يؤمن بالله ربان وبالإسلام دينان ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالكتب ويؤمن بالرسل والملائكة ويؤمن بالغيب، الفرق بينه وبين واحد الإنسان اللي هو في الدنيا ما عندوش نعمة الإيمان، بجوجهم عندهم هذا الكون، بجوجهم عندهم هذا النعم اللي سخر لهم الله تبارك وتعالى. الإنسان المؤمن أخي الكريم أختي الكريمة ينتفع ويعتبر، غير المؤمن ينتفع ولا يعتبر. الإنسان المؤمن الكون كله كينتفع منه وفي نفس الوقت يعتبر، كياخذ العبرة كياخذ الدرس. غير المؤمن غير ينتفع. خليني نكون يعني انا تيعجبني الواقع، تيعجبني تكون الامور بسيطه، كتعجبني الامور تكون واضحه، ما تيعجبنيش الامور تكون معقده، كتعجبني الامثله العمليه. اليوم كاين مواقع التواصل الاجتماعي، ياك الانسان كيدير حساب في واحد من هاد المواقع مثلا، وللأسف هذه المواقع عرّت الواقع وللأسف واحد العدد كبير ديال الناس يعني للأسف لا يحسنون استخدام هذه المواقع. خصنا ثقافة، خصنا واحد، محتاجين أننا نتعلموا كيفاش نتعاملوا. كاين اللي كيحط حياته الشخصية، كاين اللي كي أخطاء كبيرة جدا نرتكبها، كاين اللي كيفضح الأسرار ديالو، كاين اللي كيخرج الأسرار ديال البيت، كاين اللي عنده مشكل مع مرتو كيمشي كينشر هاد الشيء يشوفوه الناس، يعني يستخدم للأسف هاد الشيء في الفضائح ويستخدم في شيء أمور اللي لا تعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع على أي. فهاد المواقع أخي الكريم أختي الكريمة من النهار اللي انت تسجلتي فيه، نفترض تسجلتي في 2005 ولا 2006 ولا 2007 ولا 2010، احنا اليوم في 2019، راه ممكن تدخل وتقول لهم بغيت نشوف داك الشيء كله اللي درت في هذا الموقع مثلا من نهار خلقت هذا الحساب. كاين واحد المساله كتمشي كتشوف شنا هي جميع الأفعال والأعمال اللي قمتي بها أنت في هذا الموقع من نهار نشأتي. نهار فلان فلاني دخلتي لهنا، شفتي هذا الفيديو، عجبتك هذه، درتي إعجاب، درتي تعليق لهذه، نشرتي هذه، درتي هذه، داك الشيء بالتفصيل الممل. بالتفصيل الممل. واحد إنسان مشترك في هذه المواقع، إنسان مؤمن ينتفع بها كياخذ الفايدة منها وفي نفس الوقت يعتبر. إنسان ماشي مؤمن غير ينتفع. فهذاك المؤمن كيقولي لك كان هذا غير بشر وقدر أنه يحصي الأفعال ديالي، هذا بشر وقدر أنه يراقبني ويعرفني شنو كنت كندير بالتفاصيل، حتى حاجة ما مضيعة، حتى حاجة ما فلتت ليه، فما بالك برب البشر. فكيولي كياخد عبرة وكيبدي يفكر تيقول راه كل شي محسوب، راه حتى حاجة ما ضيعة، كل شي بدون استثناء. لا يغادر صغيرة
ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقلنا قبيلة بأن حتى الكلمة حتى أن سيدنا معاذ بن جبل يقول لي أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، يعني ديك الكلمة إلى أن أنطقت بشي كلمة. قال لي ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فكل شيء كلمة ما كتضيعش، إلا كانت خير تكتب بالحسنات، إلا كانت بالشر تكتب نسأل الله السلام والعافية بالسيئات. سيدي ربي الحمد لله اللي لطف بينا وما كيحاسبناش على الأفكار، الحمد لله والشكر لله. وإلا كون كان يحاسبنا على الأفكار مشينا فيها. لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. الصحابة خافوا، الصحابة يعني هذه الآية زرعت في قلوبهم الرعب. يعني الإنسان ممكن أنه يراقب الكلمات دياله، يحاول ما ينطق بشي حاجة، يحاول ما يدير شي حاجة قبيحة، لكن الأفكار شي مرات ما كيكونش عندنا سيطرة على الأفكار. شي مرات الأفكار الواحد كتجيه أفكار اللي هي يستحيل أنه الأفكار خطيرة، ما داك شي كتير. فنزل التخفيف ونسخت هذه الآية. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا الشيء من الأمور التي لا طاقة لنا بها، لكن الحاجة اللي خرجت من حيز الأفكار إلى حيز الوجود فيحاسب عليها الإنسان. نأخذ فاصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بأمر الله القائل ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأدي الدين عن المدينين واشفي كل مرضى المسلمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أخي الكريم وأختي الكريمة، شي مرات وهذه في الحقيقة من الأمور المهمة جدا في الحياة، من الأمور المهمة أن الإنسان يطرح الأسئلة المهمة. كتعرف أي سؤال طرحتيه في حياتك، أي سؤال مهما كان، سيدي ربي غادي يعطيك الجواب. سيدي ربي غادي يبين لك الجواب، أي سؤال كيفما كان هذا السؤال، أي سؤال طرحته ستحصل على الإجابة، سيدي ربي غادي يجيب لك الجواب. لأن الجواب أصلا هو موجود، غير أنت ما كيبانش لك. فمليك تطرح ذاك السؤال، العقل مصمم سبحان الله بواحد الشكل أنه كيكلف جميع الحواس بأنها تلتقط الجواب على ذاك السؤال. أعطيك سمع وبصر، وأعطيك أنف، وأعطيك إحساس. فمجرد ما تطرح واحد السؤال على نفسك كتبدأ تجيك الأجوبة. لذلك من الأمور اللي يحرص عليها الإنسان أنه يطرح الأسئلة الجيدة ليحصل على الإجابات الجيدة. مثلا واحد ممكن يسول راسه يقول علاش أنا يا فقير، علاش أنا ما في حاليش، علاش أنا ديما حزين، علاش أنا فاشل في حياتي. هذا سؤال وغتبدا تجيه الإجابات.
لأنك هكذا ولأنك هكذا ولأنك هكذا ولأنك تجي أجوبة. لكن لو طرح سؤال في نفس الموضوع ولكن بطريقة أخرى وقال مثلا أشنو ندير باش نكون سعيد، يا ترى شنو كيديروا الناس السعداء، شنو السر عند الناس السعداء، شنو السر اللي خلى هاد الناس واحد الفئة من الناس كتعيش حياة فيها سعادة، غيلق الأجوبة مرة أخرى. فإذا الأسئلة مهمة جدا جدا جدا. كاين واحد السؤال، هذا سؤال محوري وسؤال يعني عنده واحد الأهمية قصوى لأنه يتعلق بالحياة الأبدية ويتعلق بالسعادة الأبدية ديال الإنسان، وهو أنا علاش موجود في الأرض، علاش أنا كاين هنا. أنا موجود الآن، أنا موجود، أنا كاين في هذا العصر، هذا كنعيش في 2019، علاش خلقني الله، شنو طالب مني سيدي ربي، فين كنت قبل ما نجي للدنيا، من بعد الدنيا شنو كاين، واش كاين غير هذه الحياة هذه وموراها ما كاين والو، ولا كاين شي حياة أخرى. هذه الحياة الأخرى شحال المدة ديالها، قبل ما ندوز للحياة الأخرى واش كاين شي مراحل غادي ندوزو منها. هذه أسئلة مصيرية يا أخي الكريم، أسئلة مصيرية، أسئلة حاسمة. طبعا احنا سيدي ربي خلقنا في الدنيا لغاية ولعلة، ياك ما خلقناش عبثا، ما خلقناش عبثا، احنا مخلوقين لهدف، وسيدي ربي هيئ لنا جميع الوسائل وسخر لنا الكون وما فيه من أجل هذا الهدف. اللي عرف الهدف ديال الوجود ديالو في الحياة الدنيا سيكون سعيدا، واللي ما عرفش الهدف غادي تضيع له الفرصة. شفتي ملي شي أسرة كيصيفطوا ولدهم أو بنتهم شي دولة من الدول اللي فيها الجامعات العريقة، فيها الجامعات الكبرى، بريطانيا أو أمريكا أو شي دولة من الدول، يعني في شي جامعة راقية جدا، فهذاك الولد أو هذيك البنت في هذيك الجامعة في هذيك الدولة علاش صيفطه والديه، علاش تحملوا المعاناة ديال الفراق. يقدر يكون عندهم ولد واحد أو بنت واحدة وهي المحور ديال حياتهم، ومع ذلك تتحملوا المعاناة ديال أنهم يفارقوها يعني واحد سنتين أو أربع سنوات أو خمس سنوات، علاش. فهذاك الولد أو هذيك البنت كتطرح هذا السؤال، أنا علاش والدي صيفطوني لهنايا، أش جيت ندير هنا. فالجواب طبعا صيفطوك والديك باش تقرا وباش تجيب واحد الشهادة عليا من هذيك الجامعة، هذا هو الهدف. ما صيفطوكش لهذيك البلاد وتغربتي باش تمشي تبقى تقصر وتبقى تنشط وتبقى تدور وتبقى تضيع في الوقت وتدوز الوقت في المطاعم وتدوز الوقت في الملاهي وتدوز الوقت في الألعاب وتدوز الوقت، لا لا لا، ما صيفطوكش لهادشي. ممكن تدير شي حويج من هادشي، ممكن ديرها في وقت الفراغ، في واحد السويعة، واحد كذا، مرها مرة، ولكن راه الهدف الأساسي الذي من أجله يعني أرسلك والدك لهاد البلاد هذه أنك تقرأ. يا ترى حنا حطنا سيدي ربي في الدنيا لاش حطنا، واش حطنا باش ناكلو نشربو نتزوجو نولدو ناخدو تقاعد نجلسوا في الدار نتسناو الموت، واش هذه الحياة؟ إذا كانت هذه الحياة أنا أعرف واحد العدد ديال الحيوانات كيعيشوا في حال هكذا،
يتزوجون ويتوالدون ويتناسلون ويأكلون ويشربون. هذه مشتركة بين جميع المخلوقات. إنسان خلقه سيدي ربي واحد العلة أكبر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. سيدي ربي عرض الأمانة على المخلوقات كاملة وقال لهم شكون ياخذ الأمانة، واللي ياخذها غادي نسخر ليه الكون، غادي نعطيه الامتيازات. الامتيازات هي أن الكون كله يكون في يديه، يتصرف فيه كيف بغى، لكن كاين المحاسبة مع المسؤولية. فالمخلوقات كلها خافت الإنسان قبل وبغى الأمانة وقال أنا قادر بها، أنا قادر عليها. غتقول لي أنا ما خديت الأمانة لوالو، يا سيدي راه خديتيها وما عقلتيش، راه نسيتي حيت عتي ناس وشاف منامات وكذا وتفيق مع الصباح تيقول شنو كاين شي حاجة ما عرفتش. وهو راه علميا أي واحد كينعس تيحلم، كاينش اللي ما تيحلمش. فين كنختلفوا؟ كنختلفوا في واحد كيفيق مع الصباح تيتذكر هذيك المنامة اللي شاف، وواحد شافها وما عقلش عليها. في دراسة من الدراسات في إحدى الجامعات الأمريكية جابوا واحد العدد ديال الناس غيديروا عليهم الدراسة هذه باش يشوفوا يعني واش الإنسان يقدر يبقى بلا ما يحلم، هل يستطيع الإنسان أن يعيش دون أحلام. فأخذوا بعض الأجهزة المتطورة يعني وخرج منها مجموعة من الأسلاك وربطوها مع الرؤوس ديال دوك الناس اللي غادي يديروا التجربة هذه على الدراسة. فالهدف من هذيك الأجهزة شنو هي؟ هي أن مجرد ما الإنسان كينعس كيبدا يحلم، المخ تيعطي بعض الإشارات ترددات فكتطلع عندهم بأنه الآن راه دخلت يحلم، فتيفيقوا هذاك اللي نعس باش ما يحلمش، كيخليو عاوتاني واحد شوية كيرجع ينعس، إلا بدا يحلم عاوتاني كتطلع عندهم إشارة بأنه راه بدا كيحلم تيفيقوه. فكان الهدف هو أن نشوفوا واش هل للأحلام يعني تأثير، واش عندها شي دور في الحياة ديال الإنسان. فملي داروا التجربة داروها النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث، فيما كيبغي هذاك كيحلم كيفيقوه ما كيخليوش يكمل الحلم ديالو، فيلا كينعس عاوتاني خصو يبدا كيبدا يحلم اوتوماتيكيا. فالدراسة توقفت لمدة 3 أيام، هذوك الناس كانوا غادي يحماقوا كانوا غادي يتسطاو، فاضطروا أنهم يوقفوا الدراسة وخرجوا بواحد النتيجة. شنو هي؟ هي أن الأحلام ضرورية جدا، ما يمكنش الإنسان ما يحلمش، فإحنا كلنا كنحلموا. فإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إحنا راه حضرنا وشاهدنا وقبلنا ووافقنا، كيف وقع لنا في الميثاق؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى. قلتيها؟ أي يا سيدي قلتيها، كلنا قلناها، حتى الناس اللي كيقولوا لا إله والحياة مادة تا هما قالوها، الناس اللي كيقولوا ما كاينش الله تعالى تا هما قالوها، كلشي بدون استثناء. ولكن اش وقع؟ نسينا. شوف في القرآن الكريم سيدي ربي يقول لك إن في ذلك لذكرى. لذكرى شنو معنى الذكرى؟ تنتكلم على الذكريات، شنو معنى الذكريات؟ واحد تيجبد لك شي تصويره مثلا ديال السبعينات مثلا وكيشوف تيقول لك اه شفت الشارع الفلاني كيفاش كان مثلا في الرباط ولا في الدار البيضاء ولا في مراكش تصورنا فيه، شوف اللباس ديالنا كيفاش كنا كنلبسوا، شوف سبحان الله العظيم وكذا. اش كيبقى يوقع ملي كيبدا يشوف ديك التصويره؟ يتذكر واحد الحاجه اللي كان عاشها قبل. فسيدي ربي يقول لك إن في ذلك لذكرى. القرآن كله اش كيدير؟ تذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، باش كتذكرهم بواحد الحاجة اللي هما عارفينها أصلا، واحد الحاجة اللي هما عاشوها أصلا. فإحنا كلنا يعني شهدنا بالأمانة وشهدنا في الميثاق وكلنا يعني عارفين بأن الله كين وبأن البعث كين وبأن الآخرة حق، هادشي كله في الفطرة ديالنا في الداخل ديالنا كين، نحن مؤمنين بالفطرة. فأنا ملي كنطرح السؤال الجيد أحصل على الإجابة الجيدة، ياك؟ الإنسان القوي هو الذي يطرح الأسئلة القوية والأسئلة الجيدة. فالإنسان المؤمن يطرح واحد السؤال محوري
أنا لاش كين في الدنيا؟ علاش أنا في الدنيا؟ علاش أنا هنا؟ إذن ما علة وجودي؟ أنا في الدنيا من أجل أن أدفع ثمن الجنة فقط، هذه العلة. إحنا في الدنيا باش نخلصوا الإقامة الدائمة في الجنة. شنو هو الخلاص؟ شنو هي العملة الصعبة باش غادي تخلص الإقامة الدائمة في الجنة؟ غتاخد الفيزا ديالاش ديال الجنة. شنو هي الفيزا ديالها؟ باش تشري الوثائق ديال الإقامة الدائمة، غادي تبقى فيها خالدين فيها أبدا، زائد ما لا نهاية، بلوس لانفيني، لا نهاية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فقط. فإذا أنا علة وجودي في الدنيا هي أنني مخلوق في الدنيا من أجل أن أجتهد أن أعمل عملا صالحا يرضي الله تعالى، فكيجازيني عليه باش كيجازيني عليه بأنه كيدخلني الجنة. فهذاك الطالب اللي صيفطه والديه باش يقرأ ومشى كيضيع في الوقت ومشى كيلعب ومشى كي في اللهو في العبث سيندم ندم شديد. نفس الشيء الانسان المؤمن اخي الكريم يعني عارف بانه راه مورا هاد الشيء راه كاين حساب. راه في الدنيا ما مخلوقش انا غير هكذا، انا مخلوق من اجل واحد العله واحد الهدف. كريم في الحقيقة يعني الموضوع تعمدت نسكت شي شوية باش نخلي السؤال يبقى يتردد يبقى يدور. والقرآن الكريم الواحد كيلقى فيه أسئلة وكيلقى فيه أجوبة وكيلقى فيه أجوبة لكل الأسئلة اللي ممكن أنها تطرح لي، فالقرآن يجيب على الأسئلة. كاينة واحد الآية في سورة مريم يقول فيها المولى الكريم سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أهذا ما مت لسوف أخرج حيا. إنسان يعني كيف فكرت يقول زعما بعد الموت كاين حياة أخرى؟ فسيدي ربي كيجاوب على هذا السؤال وكيقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. واش ننسى الإنسان بأنني خلقته؟ واش ننسى بأنه أصلا ما كاينش وأنا الذي أوجدته؟ صافي زعما خلقتك وغنخليك، مادام خلقتك إذا أنت كلك ديالي، أنت ماشي ديال راسك، أنت ديالي، أنا اللي خلقتك، أنا اللي صنعتك، أنا اللي صوبتك، أنا اللي درت لك العينين، أنا اللي درت لك النيف، أنا اللي درت لك الراس، أنا اللي عطيتك العقل، أنا اللي عطيتك الجوارح، أنا اللي عطيتك القلب، أنا اللي عطيتك الإحساس، أنا اللي عطيتك المعرفة. هادشي كل اللي عندك أنا مولاه، أنت ما ديالك حاجة. شنو ديالك؟ ما ديالك حاجة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. مراها الآية خطيرة، فوربك، شوف الله تعالى يقسم، فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين. عرفتي لنحشرنهم؟ غادي نجمعوهم كاملين، ما كاينش شي واحد غادي يفلت، ما كاينش شي واحد غادي يكون غائب، ما كاينش شي واحد غادي، كل شيء غادي يكون حاضر. فوربك لنحشرنهم، زيد، والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. غنجيبوهم كاملين حدا جهنم
البشرية كاملة من آدم إلى آخر الناس. حول جهنم جثية، عشان جثية جالسين على ركبهم، تخيل المشهد ديال الذل، جالسين على ركبهم جثية، صورة الجاثية، عندنا صورة في القرآن اسمها الجاثية، يعني الإنسان يجلس على ركبته. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. نسأل الله تعالى نكون من هاد المتقين، لينجيهم الله تبارك وتعالى من النار، نكون من هاد الناس اللي سماهم القرآن أولي الألباب، اللي سماهم أولي النهى، اللي سماهم أهل الحكمة وأهل البصر وأهل البصيرة وأهل العقل وأهل العلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء وأن يرينا الأشياء على حقيقتها. شكرا عبد العزيز ديوران، كنت معي في الهندسة الصوتية. شكرا كريمة بن نيكس، كنت معي في الإخراج وتنسيق الفقرات. كان معكم من وراء المذياع عبد المجيد أمزال، استمتعت برفقتكم في هذه الرحلة الإيمانية منذ 10 صباحا. بارك الله فيكم وفي أوقاتكم، في أعماركم، وفي صحتكم، وفي أولادكم. جمعنا الله وإياكم يوم لقائه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تنسوا مصالح الدعوة، والسلام عليكم ورحمة والبركات.